هلا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها. في مقطع اليوم راح نشوف الرد الرسمي من روك ستار جيمز حيال التسريبات الضخمه جدا اللي انتشرت عن جي تي اي 6 بالامس، اضافه الى بعض الاخبار الاخرى المتعلقه بالموضوع. لو ما شفت التسريبات انصحك تتفرج الفيديو السابق الظاهر لكم الان في علامه التعجب. قبل ما نبدا، حسابي في تويتر الظاهر لكم الان، تابعوني فيه هناك لانه دائما نغطي الاخبار اول باول، وبالامس يعني سوينا ضجه كبيره جدا، فحياكم الله جميعا. اما الان اربطوا الاحزمه وخلونا نشوف الرد الرسمي من روكستار جيمز. عموما، استكمالا لامس والفيديوهات اللي انتشرت عن جي تي اي 6، طلع كلام بعدها من الهاكر يدعي انه عنده السورس كود لكل من جي تي اي في وجي تي اي 6 ايضا. واللي ما يعرف ايش معنى سورس كود، بكل بساطه السورس كود هو الاساس اللي يبرمجون عليه المطورين الروكستاريين، والهاكر كان يخطط انه يبيع هذا السورس كود. وفي حالة انه تم البيع او تم التسريب مثلا، فحرفيا روكستار راح تصير في خطر كبير وكبير جدا. ومن خلال السورس كود هذا اي شخص او تحديدا الهاكر يقدر ينزل جي تي اي 6 بحالتها والناس يلعبونها. واذا السورس كود طاح في يد استديو منافس مثلا، راح يقدر يكتشف كيف روكستار جيمز تقوم بالتطوير بهذه البراعة وايش اسرارها في التطوير. فحرفيا مصيبة كبيرة جدا لو سرب السورس كود، سواء سورس كود جي تي اي في او حتى جي تي اي 6. كذلك ايضا الهاكر يعني ما وقف عند موضوع السورس كود، بل انه ادعى انه عنده نسخة قابلة للعب من بولي 2 او الشغف في مدارس لندن الجزء الثاني. زي ما تعرفون روكستار في فترة من الفترات طورت مشروع بولي 2 لفترة وجيزة، وكان هنالك تقدم في الموضوع، لكنهم قرروا انهم يلغونها كليا. فالهاكر يدعي انه ترى عندي النسخة قابلة وعنده فيديوهات وصور لبولي 2، وكذلك ذكر انه عنده بي دي اف للقصة. فالهاكر حرفيا يا اخوان كان يساوم على بيع السورس كود، وكان يبتز روكستار من جميع النواحي ويطلب منهم مبلغ فلكي بالملايين عشان لا يبيعوا. فالوضع كان جدا 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 فوضوي. بعد ذلك ب 13 ساعة من الهدوء، روكستار في 19 سبتمبر 2022 الساعة 4:10 مساء قامت بنشر البيان التالي لتوضيح الأمور، وفيه قالوا: لقد عانينا مؤخرا من عملية اختراق لشبكتنا الأمنية، حيث قام طرف ثالث غير مصرح له بالوصول بشكل غير قانوني إلى المعلومات السرية من أنظمتنا ومن ثم تحميلها، وبما في ذلك لقطات التطوير المبكرة والتجريبية للعبة جراند ثيفت أوتو القادمة. في الوقت الحالي لا نتوقع أي تعطيل لخدمات ألعاب الأونلاين لدينا، وبكل تأكيد لا نتوقع أي تأثير طويل المدى على تطوير مشاريعنا الحالية. نشعر بخيبة أمل شديدة جدا بأنكم تم مشاركتكم تفاصيل لعبتنا القادمة بهذه الطريقة. على العموم، عملنا في لعبة جراند ثيفت أوتو القادمة سيستمر كما هو مخطط له، وسنظل ملتزمين كما كنا دائما، وسنسعى أن نقدم لكم تجربة تتجاوز توقعاتكم جميعا كما عودناكم في ألعابنا. سنقوم بمشاركة معلومات عن اللعبة معكم قريبا، وبكل تأكيد سنقدم لكم اللعبة بالشكل المناسب عندما تكون جاهزة. نود شكر الجميع على دعمهم المستمر خلال هذه الأوضاع. فريق روكستار جيمز. اوكي، صراحة امر محزن انك تشوف شركة تحبها ولطالما اسعدتك طوال السنين تمر بمشكلة زي كذا. بيان واضح انه بلهجة نوعا ما مطمئنة من روكستار، وكذلك فيها نوع من الحزم، وفيها روكستار بكل بساطة نعم اكدت الاختراق، بمعنى اخر انه الفيديوهات المسربة اللي كلنا شفناها فعلا من جي تي اي 6، لكنها من المراحل الاولية التجربة
تجريبية من تطوير اللعبة. والأهم من ذلك أنه روكستار أنهت جميع شائعات الخطر الأكبر وأنه الهكر عنده السورس كود لجي تي اي 6 وجي تي اي 5، وأكدت أنه الهكر لم يتعمق بالشكل اللي ذكروا، كل اللي حصل عليه ولا حتى يوصل 1% من جي تي اي 6، شيء جدا جدا بسيط اللي حصل عليه. وأكدت وبقوة أنه الموضوع ما رح يأثر على خطط جي تي اي 6 نهائيا ولا في أي تأثير طويل المدى على المشروع زي ما ادعى البعض. وهذا الأمر صراحة أو تحديدا هذا الكلام من روكستار وأنه ما في تأثير طويل المدى طمني كثير كثير كثير، وتأكدت أنه فعلا ما في خطر على مشروع جي تي اي 6 العظيم. على بلاطة الاختراق كان جدا جدا سطحي ولا أثر ولا بشعرة على روكستار وخطط تطوير جي تي اي 6. بعد ذلك ذكروا انه قريبا راح يعلنون بشكل رسمي عن اللعبة وراح يشاركونا بمعلومات اكثر بالطريقة المناسبة اللي تناسبنا واللي تناسب روكستار واللي تناسب جي تي اي 6 كذلك. حلوين، تقريبا روكستار قطعت الشك باليقين واغلقت جميع المخاوف اللي كانت تراود اللاعبين. بالمختصر الأمور طيبة، لا تخافون، كل شيء تحت السيطرة واللعبة قاعدة تمشي مثل ما هو مخطط لها وقريبا جدا رح يعلن عنها كذلك. أوكي، ختاما خلوني أعطيكم رأيي المتواضع عن الموضوع. شخصيا أتوقع أنه نعم الأمور تحت سيطرة روكستار والأمور رح تمشي مثل ما خطط لها، وتحديدا تحديدا الإعلان الرسمي لجي تي اي 6 اللي من المتوقع انه يكون في اكتوبر 2022، لكن في نفس الوقت ما اتوقع انه اللخبطة هذه راح تعدي سلام وما راح تأثر على اللعبة. لذلك اتوقع ولو جزئيا اللخبطة هذه اللي صارت يا اخوان فعلا وحقيقة راح تأثر على خطط الاطلاق الرسمي للعبة. نعم ممكن ما تأثر على الاعلان الرسمي، لكن بكل تأكيد راح تأثر على خطط الاطلاق الرسمي لجي تي اي 6. اكيد في البيان روكستار راح يدعون انه جي تي اي 6 ماشي على ما يرام وعلى الخطط، لكن في قناعات نفسهم وداخليا يعرفون انه اللخبطة اللي صارت راح تغير ولو بشكل بسيط في خطط اطلاق واعلان جي تي اي 6. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعنا اليوم، وفي شفنا الرد الرسمي من روكستار حيال اللخبطة والتسريبات الكبيرة اللي كانت حيال جي تي اي 6. شاركونا اراكم في قناة التعليقات، هل لا زالت لديكم مخاوف اتجاه جي تي اي 6 والكلام اللي انتشر عنها، ولا انكم تطمنتوا كثير؟ شاركونا في قناة التعليقات. طيب وصلنا معكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.